في الكوارث والأزمات المتمثلة بالفيضانات والزلازل تبذل جميع الطرق وتستخدم آلات متطورة وأخرى بدائية للبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ومن بين تلك الوسائل وأبرزها الكلاب المدربة. الكلاب المدربة تعتبر أفضل وسيلة وأكثر فاعلية في أنشطة البحث والإنقاذ، وخاصة في مواقع الكوارث، وهو ما برهنت عليه بالفعل كارثة زلزال تركيا وسوريا، واليوم تستخدم في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا. فهذه الكلاب تمتلك حاسة سمع قوية يمكنها استشعار أضعف الأصوات من احتكاك الأيدي والأقدام المتعبة أو أصوات المنكوبين تحت أطنان الأنقاض، ثم الإشارة إلى مكانهم كي يبدأ رجال الإنقاذ في الحفر. وقد جذبت مجموعة من الكلاب المدربة ذات الأنوف الحساسة الأنظار، وهي تقود فرق الإنقاذ إلى المواقع التي يوجد فيها أحياء تحت ركام الزلزال. وتعمل هذه الكلاب ضمن وحدة معروفة بكي 9، وتظهر رفقة فرق الإنقاذ وقوات الجيش والدرك والشرطة، وتتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا في تدريبها حتى تصل إلى مستوى العمل في مواقع الإنقاذ. وأفضل أنواع هذه الكلاب ما تسمى كلاب الراعي البلجيكية والكلاب الألمانية، وتقوم بعدة مهام أخرى، فعادة تستخدم لمساندة دوريات الأمن لمطاردة المطلوبين أمنيا وضبط المهربين والإرهابيين، وتتمتع بقدرات كبيرة على معرفة أماكن اختبائهم وأماكن المخدرات أو السلاح والمتفجرات، ولديها حاسة شم هائلة. كما يستعان بهذه الوحدة في الاقتحامات الأمنية وتفتيش المركبات، إضافة للاستعانة بها عند المعابر الحدودية ومنافذ الجمارك. وهذه الكلاب تم تدريبها خصيصا لمساعدة رجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون. وتتمتع هذه الكلاب بحاسة شم قوية وحساسة، تقدر بأنها أقوى من حاسة البشر بمقدار 50 مرة، حيث يمكن للكلاب البوليسية بواسطة الشم التعرف على المجرمين والمخدرات والقنابل، وتستطيع أيضا تمييز رائحة معينة من بين العديد من الروائح الأخرى المتداخلة. وتتمتع هذه الكلاب أيضا بالقوة الجسدية مثل كلاب الراعي الألمانية، والذي يتسبب في استسلام العديد من المجرمين دون الحاجة للمطاردة والقتال. وبذلك وجود الكلاب البوليسية يقلل حدوث المواجهات الجسدية بين الشرطة والمجرمين، وأيضا وجودها يساعد في العثور على الناجين تحت الأنقاض حتى وإن كان الركام فوقهم عدة طبقات.